السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم بفيديو جديد على القناة ببرمجتك. هيدا الفيديو بدنا نحكي عن العنصر ليست اللي هو رح تستخدمه أنت، بس مش كليست. هلا بآخر فيديو قايل لحالكم بشو رح نستخدمه. أول شي رح نشرحه، وأتمنى تتابع معي الفيديو للآخر. إذا أنت مش مشترك بالقناة انزل أسفل هيدا الفيديو اشترك بالقناة وعملنا لايك للفيديو، ويلا نبلش بالشرح. طيب طيب عنصر لينك هو سهل، هو سهل، وبس انت لازم تتبع معي كل شيء لتفهم شيء كيف نكتب عنصر لينك وبشو بنستخدمه. اول شيء بنروح على فيجوال ستوديو. لتكتب عنصر لينك لازم تكتب حرف اليو ال، تكبس انتر مثل تعودنا احنا. وهلا انت صار عندك يعني جوا اليو ال تكتب الشيء اسمه ال اي، عفوا جوا اليو ال تكتب شيء اسمه ال اي. هلا مثلا انا رح اكتب هون محمد. بالمناسبة اني صورت هذا الفيديو قبل بس صار عندي مشاكل معها عشان هيك ما عادش قدرت انزله. طيب خليني اكتب هلا هون كمان مثلا HTML. هلا رح نروح نشوفه كيف موجود. مثل شايفين، طب هلا مثل شايفين اياها اجا هيك. بس مثل ما قلت لكم انتم يعني قليل ما رح تستخدموه، وهيك رح تستخدموه بس رح تستخدموه كتير بس مش بهي الطريقة. احس رح نقيم هول ولا نحطه حط بعض. قلت لكم رح نشوفها اخر فيديو عشان هلا نخلص الشرح ونرجع لكم. طيب هذا اول يعني هذا ما في ضجة او شيء هيك، ما بدها شيء اذا تكونوا فهمتوها. بس بعد في عنصر تاني اللي هو ال OL. خلينا نحن عنصر ال OL هو مثل ال UL بس بدل ال point number. ها نشوف كيف تكتب كان جوا ال I عادة. تكتب مثلا كمان نفس الشيء HTML. طيب هلا رح نروح نشوف كيف. مثل شايفين مثلا نعمل زوم شوي. طيب مثل شايفين 1 2 3 هيدا. هلا هو بال OL في عندك كذا اتربيوت ممكن انت تستخدمهم، رح نقوله هلا كمان يعني اتربيوت بيساعدوك كتير انك تستخدمهم. شو اسمه مش يعني هنا هو الاتربيوت مثل بينسقولك. طبعا كل شي نحن هلا بهول الاتربيوت فينا نعمله بال CSS، بس هلا خلينا بس نقولهم ويعني عشان نغطي كل شيء. اول اتريبيوت اسمه ريفرس ريفرسد. هذا قلب لك الارقام كم 1 2 3 صار 1 2 صار من تحت 3 2 1 كمان هذه سهله. وفي اتريبيوت ثاني اللي هو ستارت. انت من هنا بدك اياه يبلش. انا بدي اقول 54. مثل شايفين 54 55 56. طيب في هلا كمان تايب. تايب شغلة حلوة فيك تقول، بس شو اسمه خليها نشوف. مثل شايفين هون في 1 و A و A صغيرة A capital و A small و I small و I كابيتال. انا قلته بالعكس يعني بس يلا. طيب هون اذا كتبنا 1 عادي ما بتفرق. طيب واذا كتبنا اي سمول، انتبهوا اي سمول، اذا كتبنا اي سمول يعطينا اي 2 اي 3 اي. هذا الطيب. اذا كتبنا اي شايفين A B C. طب إذا كتب رح نجرب هلا نكتب نحن A capital. طبعا أنت بديش أقول لك إنه إذا كتبت هونيك A capital رح يعطيك إياهم A B C capital. هلا بنجربها. مثل شايفين I 2 I 3 I لك بس capital يعني. طب لجرب أنا هلا أكتب I capital كمان. مثل شايفين A B C يعني شو اسمه مثله ما صعبين ابدا.
اصلا انت هم يعني لحطمنك واقول لك انه مش رح تستخدمهم، لانه كل هذا يمكن فيك تعمل انت بالسي اس اس. طيب بعد في عنا ليست تانية، نوع ليست تانية اللي هو الدي دي، الدي ال، دي دي الدي ال. الدي ال قلبه شغلتان. الدي ال هو يعني فيك تقوله description list، مثل هلا رح نشوفها. بس انت بتكتب هون دي تي وبتكتب مثلا بقلبها، يعني هي description title، لحقته مثلا انا بقلبها HTML، ماشي، رح ارجع اكتب تحت هون دي دي، يعني هي description. رح اكتب هون مثلا this is هاي الجملة. يلا خلينا نشوفها. بس انتو شايفين HTML وعطاك تحت description. طب انا اللي حكررها لها، هنشوفها بس محل HTML لحط CSS، محلها لحط طيب مثل ما شايفين description وتحت، عفوا title تحت description. طيب هذا موقع مثل مايكروسوفت، مثل ما شايفين هيدول اللي بيجوا محطوطين هون، هيدول هن ليست، بس هن شو بيعملوا؟ بيقيمون الستايل، بحطون جنب بعض، يعني بس انت تملى الستايل للليست، بس خلاص شو اسمه تملى اللي هن بيعطونا اياها، يعني انه هو مثلا هو اللي بيجيك بحطهم تحت بعض، صرت ايه بصيروا هيك. تحط بقلبهم لينك اللي شرحناها بالفيديو السابق، و يعني بصير اذا كبست هلا لهون بياخذني على مطارح. هيك بكون خلص الفيديو اليوم. بتمنى لو انت مش حمدت الفيديو، بتمنى لو انت مش مشترك بالقناة انزل اسفل هذا الفيديو اشترك بالقناة وعملنا لايك للفيديو، والسلام عليكم.